بين ضيوفنا اليوم في البلاتو اكيد الحدث يفرض نفسه مقابله تونس ومالي، الذهاب والاياب اكيد باش نحكيو عليهم اليوم، مقابله الذهاب في البارتي الاولى وان شاء الله كيفاش لازم تكون. ان شاء الله منتخبنا يخوض ماتش الاياب الثلاثه الجايه في ملعب الاولمبي براس وملعب حمادي العقربي براس. دونك التحقوا بين ضيوفنا كما قلت، معنا سليمون جيب ابراهيم. سليمون شنو احوالك؟ خويا اسلام مرحبا بك وبارك الله فيك على الاستضافه، وانا فخور جدا موجود مع خويا عبد الباقي وخويا وسام. خلينا نقدمهم انا صحيح. ايضا سي عبد الباقي مسعود رئيس قسم الرياضه في شمس افام، مرحبا بك سي عبد الباقي. اهلا وسهلا، مرحبا بك، سعيد جدا بوجودي بحذاكم، سعيد جدا بوجود خويا منجب ابراهيم. عشرة عادة عبدي، فهمتني؟ وان شاء الله نعديوا شويه بها مع بعض ان شاء الله. وسام العابدي ايضا مرحبا بك، وسام اللاعب السابق الترجي السي اس اس الزمالك اللاعب الدولي السابق، مرحبا بك وسام. مرحبا بك سلام وكل مستمعين اكسبريس اف ام، ان شاء الله نعديوا شويه باهي، الناس كل تسمع فينا. شرف كبير قاعد بحذا سي المنجي وسي عبد الباقي اللي نحترمه ونقدره من قبلنا، ان شاء الله كما قلت لك سلام نعدي وحسها باهي تسمعنا العباد ان شاء الله. ان شاء الله. دونك خلينا ناخذ كلمه كلمه من عندكم بخصوص المقابله البارح قبل ما نغوصوا اكثر في التفاصيل. نبدا معك وسام. والله مباراه كما قلنا سلام، حتى الناس كل تعرف مباراه مصيريه. الحمد لله احنا تجاوزنا الشوط الاول في مالي، ولو انها المانيير اذا باش نحكيوا عليها من بعد، المانيير ما كانتش اللي معناها حاجه كبيره، اما توا في الماتش هذوما النقطه بحسابها، معناها جبنا 3 بوان من غادي، معناها ان شاء الله نزيدو كونفيرمي في الرتور. ماتش كان صعيب، شفت الظروف والاجواء اللي صارت في مالي قبل الماتش وبعد الماتش، مش نحكيوا عليه بعد كما قلت انت نحلوا الماتش ولا نحكيوا عليه بالكدا بالكدا، لكن جروسو مودو معناها الحمد لله الشوط الاول عديناه باهي. ان شاء الله كما قلت لك مازال شوط ثاني في تونس، ان شاء الله نكون كونفيرمي ونتعداو اهم حاجه نتعداو نمشيو كوب دي موند قطر، خاطر مش تفيد الكره التونسيه ان شاء الله، تفيد الكره التونسيه وتزيد تقدم الكره التونسيه قدام ان شاء الله. سي عبد الباقي باختصار شديد جدا، باذن الله تونس في قطر 2022. متاكد؟ باذن الله كل شيء بمشيئة ربي. رغم اللي راهو ما عادش استفزيتني بالجمله، خاطر ظهر لي ما عملنا شيء، مازلنا سي عبد الباقي معناها كل شيء. انا علاش قلت باذن الله؟ ان شاء الله باذن الله بعد تونس في قطر 2022. وانت سي متفائل ياسر سي عبد الباقي؟ اي متفائل. كنا متفائلين لان اليوم احنا حكينا اخويا اسلام قبل المباراه انا وياك، وانا حضرت على الحصه التدريبيه الاخيره اللي كانت في ملعب عبد العزيز شتيو بالمرسى، وكنت شفت اشياء فريمون اكسبسيونيل، لان في الكوره راهي كلها جزئيات، شفت ديتاي فريمون تو لي ديتاي كانوا فريمون المدرب والاطار الفني معناها موجود وقاعد يصلح فيهم، حتى سير لي بالاريتي وكل، ولو احنا ما استعملناش برشا لي بالاريتي. حاجه اخرى اللي قلنا كلام انا وياك خويا اسلام، اللي لا بريسيون اللي على المالي، لان المالي عندها سنتين ما لعبتش في الملعب نتاعها، لعبت خارج باماكو معناها في المغرب جينيرالمون، هي وكان ماتش مباراه ضد تونس وكان ضد فريق افريقي راهو لعبوا في المغرب كالعاده، بتاتر تخوفوا الجماهير المغربيه باش تكون معانا، معناها فهمت هذاك علاش لعبوا في باماكو. علاش نقول الكلام هذايا؟ تحب ولا تكره راهو اون ايكيب ناسيونال اللي ما عندهاش، ولا حتى ايكيب راهو ما عندهاش لي روبير نتاعها في الميدان هذاك، وبالبريسيون كانت على الفريق المالي مش على الفريق الوطني التونسي، وعرفنا كيفاش نتعاملوا، ومن بعد نشوفوا في لي ديتاي والجزئيات اللي صاروا كيون في لا ديفيرونس في المباراه هذه. خلينا ندخل بشويه بشويه في التفاصيل نتاع المقابله. قلت كما قلت انت سلمونجي كنت حاضر في الحصه التدريبيه، وحتى حكينا قبل الماتش كانت النيه يبدو انه خطه اخرى باش نخوضوا بها المقابله، نعش كانه بدل رايه في اخر لحظه المدرب. هو راهو ديما راهو الجروب احنا هذايا في الديريكت نشوفوا اشياء نجم، راهو في الاوف ثم اشياء اخرى تصير، ويسام كان ملاعب تبارك الله ويعرف الشيء هذايا، راهو ثم حاجات ما تتقالش اللي هي في الاوف. انا نقول حاجه اخرى، اصابه بلال العيفه غيرت برشا حاجات، نحب ولا نكره، برافو فريمون نادر الغندري، انا باش نولي نسميه بلال الغندري، لان سي فريمون انا في لامبرسيون اللي كانه بلال ما كانش ابسون تلمون نادر
معناها بالمساعده نتاع بلال العيفة. يفو لو سافوار الشيء هذا. علاش؟ لان اليوم سيف الدين الجزيري احنا حكينا اذا كان مش يلعب بطريقه اخرى دونك يبا با جوي لا بروفوندور، وقلنا اشياء اخرى اللي صارت هو لو بريسينغ او من بتاتر سود لانتوكس، وهذا اللي صار على الفريق المالي باش نوريهم اللي احنا موجودين هنا. لا بروف اون ايو لو برومي كورنير ا لا دوزيام مينوت. سي عبد الباقي، انك تبدل مدرب تقريبا قبل زوز ماتشات مهمين بالحجم هذا، عاش ما كانش فيها مجازفه شويه الاعتماد على جهاز القادة رغم اللي قديم في الستاف؟ هو ثم كيف تبدل الستاف الكل ويا ما ثم لاكونتينيتي ايتي معناها غارونتي بار، سامحني، الاستمراريه كانت موجوده مع القادري باعتبار القادري موجود في الجروب ويعرفوا وعاشوا بالكدا قرابه عام مع منذر كبير. كيفيه معناها هنا هذه هي اللي رقعت. لو كان جيت الناس كلها تبدلت والقادري ما قعدش تولي مساله اخرى. ما يقعد القادري في حد ذاته ضمن الاستمراريه. لا بروف البارح ابار الغندري معناها هي نفس المجموعه اللي كانت موجوده من عامين ونص براتيكمون نفس التشكيله بنسبه 85% معناها اللي قاعدين نلعبوا فيها بالمده هذه الكل، وهذا براتيكمون نفس الاسلوب اللي نلعبوا. خالفنا شويه قبلك حتى في الاوف في الوسط الميدان ماهوش نفس، خاصه برمضان وغيلان ما اعتمدش عليهم برشا. وسط الميدان كبير. وسط الميدان في ماتش مالي نتاع الكان لو كان ما لعبش العيدوني وسخيري الناس كلها تولي تقول لا كيفاش معناها يلعب في برمضان وغيلان، الناس كلها تولي رغم انه هذا مش رايي. انا رايي غيلان بلوس 10، هذه نقول فيها انا دوبوي اكس تو في الاسبيرونس وفي ليكيب ناسيونال، رايي ديما غيلان بلوس 10. دونك اذا كان انت من بعيد تقول هكا، فهم بالك المدرب اللي عايش معاه كل يوم معناها هذاك. لا شوف، رايي مش معناها قران، هو عنده رؤيه. انا رايي ما ذلك زاد، وكيما قال سيمونجي معناها ثم حاجات اون اوف احنا ما نعرفوهاش، مدى جاهزيه الملاعب، مدى استعداده، مدى تلائمه مع اللاعبيه اللي معاه، هذا الكل يرجع بالنظر للمدرب. ولكن ما ننساوش انه محمد علي برمضان اللي هو من اكتشافات منذر كبير في ليكيب ناسيونال اللي عيط له وقامت القيامه وهذا شكون وصغير وعلى خاطره في الترجي والكلام كله سمعناه توا ولا لهم برمضان ولا في العسل. اما اللي عيط له وقت عيط له منذر كبير الناس ما تعرفوش. اما بعد ما عادش يعتمد عليه برشا، كان عنده خيارات اخرى في وسط الميدان. لا ما عادش يعتمد عليه لانه ثم خيارات معناها فرضت روحها في البطوله العربيه اعتمد عليه، انت كنت موجود وتعرف. خاطر ما فماش الاخرين. خذا الورقه الحمراء. لا استنى، خذا الورقه الحمراء، هو كان يجم في البطوله العربيه مش ياخذ ايلون جديد. وبدا ياخذ فيه، خذا الورقه الحمراء خلاص. ماتش سوري. فوالا، باهي، في الكوب دافريك كورونا، هو وغيلان زوز. اكثر عباد قعدوا اون كونفينمون هما غيلان وبن حميده وبرمضان، تفكروها قعدوا براتيكمون اكثر من 12 يوم. ماتش مالي اللي بديناه ما كانش عندهم كورونا، او الماتش في كان ماتش مالي ما كانش عنده كورونا صحيح. اما ماتش مالي يعني قلت لك الشوا سيتي عيدوني سخيري، لو كان عمل شوا اخر تتوحد معناها. وكيما قلت لك حاجات اون اوف كيما قال سي الله اعلم معناها لازم نرجعوا هنا علاش نهار اخترت هذا ما اخترتش هذوما السوبر وقتها برمضان ماهوش كذا. اما شوف انا متاكد منها انا إيمان وقناعة منذر كبير برمضان هو وعادل السليمي، جو بريسيز بيان، عادل السليمي زاد فهمت اللي فريمون كان من أكثر الناس إعجابا بمنذر برمضان، هذوما الزوز، ووقت اللي هما قلت لك برمضان ما يعرفوا حد، تسبوا الزوز كي عيطوا له في ليكيب ناسيونال. خويا إسلام معناها باش ثم حاجة مفتوح اللي يحب يتدخل يتكلم معناها. إي ثم حاجة مهمة برشا وهذا يشكروا عليها الملاعبية، لأن اليوم المدرب سيرتينمون في الاوف يحكي مع بلال العيفة اسكو انت جاهز باش تلعب المباراه 100%؟ حاب يلعب راهو ينجم بلال يقول له يجاوب ويقول له جو سوي على خاطر جوار 80% مش خير من جوار في كرون بلاسون 100%. نفس الشيء مع الياس الصخيري، الياس الصخيري اللي صاب نتاعو مع كولوني صارت ربع ساعه الاولى، وسكي اكستراوردينير يوريك البروفيسيوناليزم نتاع الملاعب هذايا، الملاعب هذايا خمم على المباراه نتاع الفريق الوطني التونسي، يقول لك انا نلعب دوميسيل مع كولوني ما نخش ريسك عندنا اون كونفرونتاسيون
لونترينمون هذا في مونجي البلاسيون نتاع الصغير مش في ماتش في ماتش ولا في لونترينمون سيتي قال معناها يوريك بعد ربع ساعه دابري لي زيكول اللي عندي بعد ربع ساعه يوريك اللي ما خذاش ريسك ويعرف روحه واذا كان جاء الياس الصخيري يعرف روحه هو ان المدرب بعد في المباراه روتور ان شاء الله باش يعمل عليه وهذه حاجه اكسبسيونيل انا قلت لك الجوارات اللي كانوا موجودين في الفريق الوطني التونسي اليوم اون في لامبرسيون اللي جوارات هذوما نفس ليكيب اللي تلعب عندها درا قداش معناها شوف انت سيف الدين اي سيف الدين يعطيك صح سيف الدين الجزيري كي تشوف انت يا سيرتو مومورا واسمع اللي هو مش يلعب اصحابه من عائلته تو سكون فو ويلعب ويلقى روحه جاهز فك 60 دقيقه اعطى كل ما عنده وشوف حتى في الحاجه المهمه راهو اللي لازمنا نعطيوها قيمه برشا سي لا كوميونيكاسيون ما بين الملاعبيه سي الرساله كيفاش قاعده تعدي فيها لان اليوم كي تشوف انت فريق وطني تونسي يلعب ضد مالي واللي شانجمون اللي عملهم الكل عمل اون ستابيليتي ديفونسيف ولي شانجمون الكل عملهم اوفونسيف ولو بوست بور بوست معناها يوريك اللي الناس الكل دون لي مومون اغريابل ديما تلقى جوارات في مستوى عالي. وسام قبل المقابله كان برشا كلام خاصه على رسم التكتيك اللي باش نلعبوا به سمعنا اربع بيفوات في الوسط سمعنا ثلاثه في المحور كل مره كلام جلال القادر اختار انه يكمل في الكونتينيتي كما كان يحكي سي عبد الباقي 4-3 هل عمل الشوا صحيح ولا كنا نجم نلعب بالتكتيك احسن حاجه لعب بها البارح هكاك ومن غير تفلسيف تكتيك من غير تفلسيف خاطر كتفلسف ممكن كنا تصير حكايه في الماتش خاطر تفلسفنا ماتش مالي في الكان 3-5-2 يا اخي خسرنا اول ماتش بعد الميطان ضيعنا ميطان كامل دوزيام ميطان رجعنا في الطرح وقريب المركيه وكان تذكرش ضالي ضيعنا بينالتي وضيعنا بينالتي هي خاطر تلعبنا بتفلسيف جلال قادر اليوم لعب ما غير تفلسيف عندك بوست تضرب لك بلال العيفي الغندري لعب ضد ليطوال هنا عمل ماتش كبير بوم مش كيف نفس البريسيون مش نفس الحجم نتاع الماتش ليطوال ولا ماتش مالي هذا ماتش ديسيزيف كما قلنا لكن الغندري بصراحه ظهر لعب ماتش كبير من احسن الملاعبيه هو كيما نحكيو البيفوات و الملاعبيه الكل كانوا جاهزين لكن الاربعه فما اربعه خمسه ملاعبيه كانوا حاضرين بالكدا بالكدا البارح وعدوا ان جرون ماتش جلال القادر لعب ما غير فلسيف كما قلت لك بدل بوست بار بوست لعب اربعه اربعه اثنين معناها يوسف واربعه ثلاثه ثلاثه حكيت انت في البيفوات اسلام البيفوات احنا صخيري برك الله عليه معناها من قبل هو ديما الموجود هو الاول راهو صخيري معناها باش نحكيو البارح كان جاش مضروب صخيري راهو لعب لكن احنا قوتنا كما قلنا كانت قبل في الاربعه الاولانيين نكمل مع كلامك ناكد لك كلامك حسب ما نعرف هنا التوجه كان الصخيري برمضان وغايلان معناها اصابه الصخيري هي اللي بدلت دخل العيدون ليه العيدوني زاد عمل ماتش كبير البارح معناها احنا قوتنا في الاربعه كانت وحتى من قبل نحكيو من ايامات من قبل سي عبد الباقي ديفونس الاربعه التواله حاتم وجعايدي وبدره وكليتون وبيفوات بازيزي جوهر المناري اللي راني تو برا في اسبانيا النفطي تو معناها تبارك الله عندك صخيري غيلان بالرمضان العيدوني فرجاني ساسي معناها برشا ملاعبيه صحيت احنا قوتنا في هذيك وديجا كي لعبنا البارح بلوك ديفونسيف ما تنجمش سي با فاسيل باش توصل الكاج نتاعنا كل شيء فراب ولا زوز معناها كيما شفناه من البارح جلال نجح كما قلنا في شوط اول عرف يعرف يلعب بذكاء من غير تفلسيف برشا خاطر اذا مش يدخل منا ويخرج منا ويدخل 3-5-2 خاطر قبل الماتش سمعنا اللي مش يلعب 3-5-2 ومن بعد راهو في بالك انت وقتاش في باله باش يلعب الغندري اي في الفطور في الفطور في باله باش يلعب شوف قوه شخصيه الملاعبي هذه معناها ماتش كبير كيما كيكا نورمالمون قبل بنهارين ثلاثه قبل هي نورمالمون ما تصيرش راهي هو هي سلام احنا لعبنا كوره نورمالمون ما تصيرش ليله الماتش خاطر انا ملاعب نقول لك علاش نجاوبك سالت حتى ليله الماتش ليله الماتش ما يعرفوش بلا باش يلعب ولا لا من غدوه انا في الضربه على الضربه ما يعرفوش يلعب ولا على البلاستيك معناها من غدوه الصباح باش تاكدوا اللي هو ما ينجمش يلعب سلام نورمالمون انت باش تحضر ملاعبي ملاعبي باش تحضروا بلاصه الاخر مضروب نورمالمون يحضر ما تشوف الليل معناها ليله الماتش يعرف اللي يروحوا باش يلعب خاطر انا واحد مش يلعب مش كيما واحد على البنك راه سيرتو ماتش ديسيزيف كيما هكا قوه شخصيه الملاعب هذا اللي جاء في الفطور قال له باش تلعب حضر روحك جندي سمعت حتى في الفيسبوك معناها لي كونسيني اللي عطاهم جلال قادري جنود وجندي هذيك كلها باهيه اما لكن لازم لاعبيه عندهم في ساقيهم وعندهم في انا الجمهور ما يعنينيش البرا راهو سلام لعبنا قدام 90,000 و100,000 ما يعنينيش البرا ندخل لك اللي شافوه لاعبيه تعرف صحيت علاش شخصيه الملاعب قلت لك انا وين شخصيه الملاعب سيرتو ديفونسور
ديفونسور معناها دهك عليك كل سيتو تلعب البرة وتلعب ضد كيب محترمة معناها دهك الكل مش عليك انت ديفونسوريت راهو ديفونسوريت وغارديان وديو بيفو هذوك معناها مش يعملوا افور كبير احنا ماشيين راهو باش نحكيو توا قبل الماتش راهو الناس كل معناها كام لاعبيه كاعلاميين كجمهور ماهمش عاطين المنتخب مش يربح معناها صراحه خلينا نقولوها احسن حاجه نقول لك نيل جيب نيل مغادي وهنا نربحوا ماتشونا لكن الحمد لله معناها ربحنا غادي باللي تحب انت ما تتقيدت المنتخب ربح باللي دبر راسه وحطها في جول وما هذيك دخل في الكوره اللعب هذاك كله دخل في الكوره لكن كما قلت لك قوه شخصيه الملاعبيه وقوه شخصيه الملاعب هذا وبالرمضان مش على لي معناها حبيت نزيد نحكي عليهم والعيدوني اقل منهم الطالبي وعلي معلول ودراجر ويوسف زاد يوسف بصراحه البارح راهو ليدر ويعرف يشد كوره فما دي ماما يشد فيهم يوسف كوره يطيح من الريتم ويطيح من معناها من الضغط من المنتخب المالي وفما دي فوت جابهم القدام سيرتو كي احنا رابحين معناها يوسف عنده اكسبيريونس كبيره وملاعب كبير مش باش نحكيو عليه توا ما عملش ماتش كبير لكن لا ما عملش ماتش كبير شوف في الورقه الحمراء هو اللي عطى الباس للجزيري صحيح وفي البونتو نتاعهم هم هو اللي بريس الديفونسور صحيح معناها ابار هذا انا تفرجت عليه ماتش كامل خويا ويوسف يعرف يشد كوره فما دي فوت ديزيام ميتون طيح من البريسيون دريبل شي معناها اما يوسف كيما نقولوا فيزيكمون ماهوش هكا اللي بشي معناها ما يعمل لك في حوايج ما عندك زاد ريجيسور توا كيما يوسف كيما حكينا في الاوف ما عندكش شكون يلعب كان جا عندك ديمي اما حبيت نحكي على حاجه اللي البارح كنا نقدموه الماتش تنجيو اكثر احنا ناخذ نفس راي سي عبد الباقي في الموضوع نفسه كيف سمعنا حتى محللين ناديو سي عبد الباقي باش نلعبوا قوي والوسط اربع بيفوات في الوسط ثلاثه في الناكس شنو رايك انت في الشوا اللي عامله المدرب؟ شوف ما نجمش نكون راي ضد اللي تعمل لانه اللي تعمل جاب نتيجه المدرب اختار باش يمشي هو المدرب في برنامجه النول انا فرحان الطريقه اللي لعبنا بها نتاع النول انا فرحان 0-0 نتيجه باهيه حافظوا بها على حظوظنا احنا حتى كان عملنا 0-0 البارح رانا فرحانين زاد نفس الشيء بون جا البونتو بون فيه زهر ما فيش هذيك الكرة أنا غالب كرة دخلت في ليه تحسب بونتو ايوا مالا ليك ومالا عليك الزهر فوالا معناها خذينا أكثر من اللي لوجنا عليه خذينا ربح أوليو دو نول خذينا ربح تو ميو بور تو الموند ترشح الكوب دي موند يقتضي نتيجة النتيجة هي اللي ترشحك والنتيجة هي اللي تطيحك تسألني في العموم وهذا قلته برشا مرات أنا في ذوقي والكرة فيها ذوق كل واحد عنده كرة يحب يتفرج فيها الكرة اللي لعب فيها منتخبنا الوطني من عامين ومن ثلاثة ومن أربعة ومن لما ومن لمار ما تعجبنيش. أنا ما تعجبنيش. دفاعية. أنا كرة متاع نلعب باش نسلك تروحي ما نحبهاش، أنا نحب نلعب باش ناكل لادفرسير ونربح. وقت نبيل معلول لعبنا كرة فرجنا. أي وقت نبيل معلول سيتي فريمون عملنا ديستاسيون خير برشا معناها فهمت. في بعض مباريات منظر كبير جو سيت ماتش زامبيا بار إكزومبل. لعبنا كرة حلوة برشا الميتون الأول. أنا نحب الكرة هذيك خويا. انا نحب الكره هذيك تقول لي بون سيفري النتيجه ما دامك النتيجه جيت ما عندي ما نحكي معاك يعطيك الصحه اللي عملته صحيح اون بو با لو ديسكوتي سي عبد الباقي سامحني كان قصيت عليك انت عندك ماتش اللي وماتش ريتور يلزمك تلعب غادي تكتيك وهنا تكتيك صحيح راهو ظروف الكل مش تلعب ضد مالي انت مش تلعب ماكش تلعب لوفونسيف ضد مالي تعرف مالي كيف تكنيك البارح شفناهم راهو عندهم ديزيليمو في الوسط معناها بتباتا ودي تكنيسيانات انت اذا باش تحللها من اللعب بتباتا هذه كلمه كوارجي اي صح قلتها ممكن في لونتي خاطر تتقال في الكوره كلمه كوارجي مونجي يعرف سي عبد الباقي لا ما بتباتا ما نعرفش لا في الكوره معناها اللي يتحرك برشا ثم خفيف في الدريبل معناها كي باش جبت لك اسامي تو مش وقته اما نحكي لك ماهوش نفس التكتيك سي عبد الباقي باش تلعب انت ماشي كما قلت انت مش جيب نيل تلعب ضد مالي 50,000 متفرج ظروف مناخ 35 درجه تعرف انت ملاعبيه سيرتو عندها ثلاثه ولا اربعه يلعبوا لبرا ولا خمسه معناها مش مستنسين بالطقس هذاك معناها لي سيركونستانس نتاع الماتش يلزمك تلعب بلوك ويلزمك تجيب 0-0 جا البونتو كما قلت انت اما توا نحن توا مش نلعبوا في تونس تقوليش نلعب بلوك با مش حتى باش نرجعوا للماتش بعد ماكش تلعب انت خويا باش تستقبل هنا وتحافظ على البونتو اللي ماركيتو غادي انا جو كونفيرم هنا ويلزمني نربح
وماش ماتش معناها حياة او موت راهو بصراحة. بالكرة باش تقدم بالكرة التونسية تمشي كوب دي موند فما برشا فلوس وبرشا حتى المنتخب بيزيد اسمه ويعلى. دونك هذايا ماتش ديسيزيف على الاخر، اما تلعب ومش تمركي وباش تسجل وخاطر داخلي لك برشا جمهور، مش نقعد انا بلوك با ونستنى باش نلعب كونتر. كي البارح كيما مصر نحكيو على مصر، مصر بخلاف بونتو ما عملت حتى انت خذيت لي مثال مصر، انا خذ لك مثال المغرب. انا المغرب كي تفرش المغرب البارح كيفاش تلعب في الكونغو، هذاك هو اللي نحبه انا. تلعب في الكونغو كاين تلعب في نفس الكاليتي. لا 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 الكونغو كيب قويه كاس، مش على الكونغو الكاليتي نتاع الملاعبيه نتاع المغرب. لا لا انت كي شوف انت كي تسنس الملاعبيه نتاعك كلكو سوا الكاليتي باسلوب معين. انا قلت لك راني مانيش انا بالنسبه لي راهو برافو، انا راهو ناقش فيك يا سيدي. انا اكثر 2004 برافو مسيو لومير وجبتكم دافريك وهزيناه وحسابتك طلعت صحيحه، اما راك ما عجبنيش. وانا ليني معناها انا قلت لك انا توا ساعات نجم ذاك الماتش تاع 2004 سينيغال ونيجيريا ندوخ نقول كيفاش ربحنا. اي راهي كلاونا اصلا، كلاونا اصلا ما ربحنا. هو حتى الهدف هو حسبها حسابته صحيحه شابو. انا ما عندي نحكي معاك، هو ما راك ما تعجبنيش. سعد باقي سعد باقي سامعني قصدك على ورودو بيتر قداش نلعب. انا نحب الناس اللي تكور. شوف نجم نشبوها تكور، سامحني يا منجي، وقت تبدا تكور مليح 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 كيما برشلونه كيما ريال كيما راهو اللي مش يجيك باش تهري. نجم نشبوها مره على قداش تخسر حاجه. سعد باقي نشبوها شويه بمعين الشعباني في الترجي كيما كان، شويه العباد مش راضيه على الاداء رغم اللي فما نتيجه. انا بالنسبه لي الاداء الجيد واللعب الجيد يضمن النتيجه بنسبه 90%. عندي مارج 10% تاع دو طون زون طون ناكل حاجه مش لو ما تاكس الكره مي تقعد الريال ومش تهز التيتر نتاعها وفاه الموضوع. انا تيتر شنو؟ تيتر شنو سي عبد الباقي؟ لا 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 تحب الريال انت دار فيك. انا بيسو حب الريال. لا تحب الريال اما انا بدي بعب شوي سيب شوي. مادام قلت لك عندي ذوق راني على خاطر احب الريال. هو خويا اسلام استسمحك وبعد فاصل قصير ونرجع لك نعطيك الكلمه. تفضل تفضل تفضل.